الجنة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبينا الأكرم محمد وعلى آله الطاهرين، وتحياتنا إلى كافة الأعزاء في جميع أنحاء العالم والذين يتابعون باهتمام برنامج رياحين الجنة. أعزائي، نحن معكم في كل حلقة وموضوع خاص عن حياة المعصومين صلوات الله عليهم. أيها الرياحين، هل تعرفون ما هي السذاجة؟ ولمن يقال ساذج؟ وأنتم هل تعرفون؟ من يصدق بسرعة؟ تقريباً. الساذج يقال لمن يصدق الكلام بلا تأكد. أحبائنا، إن السذاجة حالة غير جيدة، وعلى الإنسان أن لا يقبل أو يصدق كل كلام ومن أي متكلم. فمثلا الآن هو وقت النهار، فإذا جاءنا شخص وقال إنه وقت الليل، فهل نصدقه ونقبل كلامه؟ لا نقبل. ولماذا لا نقبل؟ لأنه يريد أن يخدعنا. صحيح، أحسنتم. يجب على الإنسان المؤمن أن ينتبه جيدا لكي لا يخدعه الشيطان أو أتباع الشيطان. أيها الأولاد الطيبون، من الجميل أن يعيش الإنسان ببساطة، ولكن ليس بسذاجة أو يصدق بسرعة. أعزائي، لقد تضرر الإسلام والمسلمون مرات عديدة وتأذوا كثيرا بسبب سذاجة بعض الأشخاص، ومن خلال قصة هذه الحلقة سنعرف كم هي السذاجة سيئة وكم ألحقت الضرر بالمسلمين عبر التاريخ. ندعوكم للمشاهدة والاستماع لقصة هذه الحلقة، ولكن قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعداء دين الله. كان معاوية بن أبي سفيان أشد أعداء الإمام علي عليه السلام، وقد كان معاوية منذ زمن الحكام السابقين حاكما على بلاد الشام، وحينما رأى أن عليا انتخبه الناس خليفة علم أنه سيطرده من حكومة الشام، ولذلك أعلن خلافه وعدم طاعته لأمير المؤمنين عليه السلام، وكتب الرسائل إلى طلحة والزبير وباقي أعداء أمير المؤمنين، وشجعهم على عدم طاعته ومعارضته، ووعدهم أن يعطيهم السلطة والحكومة، وكانت بلاد الشام بعيدا عن المدينة، وكان الناس في بلاد الشام يظنون أن معاوية يتحدث باسم الإسلام ولا يقول إلا الحق والصدق، وكانوا يجهلون آداب الإسلام وأحكامه وتعاليمه، حتى أن معاوية صلى بالناس صلاة الجمعة في يوم الأربعاء، فأطاعوه وصلوا معه دون أن يسأله أحدهم عن سبب ذلك.
واستغل معاوية جهل الناس بشكل سيء، ثم دعاهم إلى الحرب ضد الإمام علي عليه السلام. وكان معاوية معروفا بالحيلة والمخادعة، وكذب على الناس الساذجين في بلاد الشام، وقال لهم بأن عليا وأصحابه هم الذين قتلوا الحاكم السابق عثمان، وإنه لا بد من الانتقام لدم هذا الحاكم. أما الإمام علي فقد حضر الناس ليواجهوا معاوية، والتقى جيش الإسلام وجيش معاوية في منطقة اسمها صفين، واستمرت الحرب حوالي سنة كاملة، وقد استشهد الكثير فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم عمار بن ياسر رحمه الله، وهو الذي قال له النبي يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وقد قتله أصحاب معاوية في الحرب. كان في جيش علي في هذه الحرب مقاتلون شجعان استطاعوا أن يوجهوا ضربات قاسية لجيش معاوية، وحينما رأى معاوية أن أفراد جيشه بدأوا يهربون وأوشك على الهزيمة الكاملة، أمر بعض أصحابه أن يرفعوا نسخ القرآن الكريم على الرماح وأن يصيحوا أنهم أتباع القرآن وأنهم على استعداد لإيقاف الحرب، وأن يجعلوا القرآن حكماً بينهم. فانخدع بعض المسلمين الساذجين الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وامتنعوا عن الاستمرار في الحرب، وأجبروا عليا بالقوة على إيقاف الحرب مع معاوية. فاضطر الإمام إلى إطاعة رأي هؤلاء الساذجين الجهلة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أن هؤلاء القوم لا يعملون بالقرآن. وهكذا استطاع معاوية بهذه الطريقة والوسيلة أن ينجي نفسه من خطر الهزيمة الحتمية، ولكن المسلمين الذين عصوا الإمام علي عليه السلام عرفوا بعد فترة أنهم قد ارتكبوا خطأ كبيرا بسبب سذاجتهم وجهلهم بالإسلام وبالقرآن، ولأنهم صدقوا معاوية الظالم قبل أن يتأكدوا. أحبتي الصغار، ندعو الله تعالى أن يوفقنا دائما بأن نكون من الموالين والتابعين لأمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا نكون أبدا من جماعة السذج إن شاء الله. أعزائي، علينا أن نتأكد قبل كل شيء مما نسمع أو نرى خلال حياتنا، وأن لا نقبل شيئا ليس فيه رضا الله تعالى ورضا أهل البيت عليهم السلام. يجب أن نسمع ونقبل كلام علماء الدين الصالحين
التابعين لأهل البيت عليهم السلام. إن الكلام الصحيح هو فقط كلام القرآن وكلام أهل البيت المعصومين عليهم السلام، ولذلك علينا أن نعلم المسلمين هذا الكلام. أيها الأعزاء، إن الأئمة عليهم السلام هم أحباؤنا، وهم يحبون أن ينقذونا من الجهل والضياع. المعصومون عليهم السلام يحبون أن يسير الناس على طريق الحق لكي ينجحوا دائما، وأن يتمتعوا في الآخرة بنعيم الجنة عند الله. أعزائي الرياحين، شارف وقت الحلقة لهذا اليوم على الانتهاء. نلتقيكم أحبتنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج رياحين الجنة إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.